السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو أخباركم يا جماعة؟ معكم وايت موكا، وآسف على الفيديوهات اللي تنزلها من غير صوت، لكن اليوتيوب في الفترة اللي طافت كنت أستخدم برنامجين، برنامج إني أصور فيه، برنامج إني يعني أحط فيه الصوت، لكن اليوتيوب فصل بعض الأصوات فشال الفايل اللي كان فيه صوتي كله، ف يعني طارت بعض المشاكل بالنسبة لي، فقلت استخدم برنامج نفسه. الصوت ما راح يكون واضح احتمال، ما ادري، وهم بعد من ناحية هذه صوت الازعاج راح يكون موجود من حواليني. فحاليا انا راح اقول مرة ثانية شنو نوع نزلك اللي قاعد العبه. نزلك اول بوكيمون تشوفه باي مكان يعتبر فرصتك انك تصيده، اذا نحش ذبحته او ما قدرت تصيده لاي سبب خلاص راح عليك. الاكس مع الاكس يكون موجودين عادي تقدر تاخذهم. الشغله الثانيه، البوكيمون اذا خسر يعتبر ميت فما تقدر تستخدمه نهائيا. حاليا انا قدرت اني اصيد 2 من 3 طلعوا لي اظن، فبهالمكان عندي واحد زياده، فخلنا نشوف شنو ممكن يطلع لي. جيوتو مو شيء فاشل لكن كنت اتمنى انه يطلع لي احسن منه. اعتقد اني اقدر اصيده بسهوله، يمكن اليد شويه عندي او الواير اللي قاعد استخدمها شويه فالت، ف مرات اليد تفصل. لا يجي كريتيكال يعني على بال السورون عندي 3. طبعا اللي انا قاعد استخدمه الحين تقريبا القصه نفسها، نفس الشخصيات، نفس كل شيء، لكن الفرق ان انا حاط راندومايزر بكل شيء. يعني حاليا عادي بروك يطلع مائي او ناري او سايكك يعتمد الصراحه على حق. كان المفروض اغير اسمه، يا سهلات، لكن بهالطريقه هذه اللعبه راح تكون. في ايتمات موجوده هني، انا حتى الايتمات غيرتها بهالنزلك هذا. انا في شغله ثانيه عكس النزلك اللي طاف اللي انا سويته اخر واحد، ما راح احاول اني اروح حق الهيل زياده عن اللزوم. هارت سكيل، هارت سكيل كان حق تذكرت يعني شايني، هذا شايني بالكومنت اذا تعرفون هوت هوت الشايني، هذا شايني ولا انا غلطان؟ كني شايفه شايني. راح يبين وياي اذا صدته. انا راح اصيده، ما راح استعمله، راح اخليه هوت هوت بس كذي بزاويه ما له داعي. اوكي، بس انا صايده عشان اعرف اذا هو شايني ولا لا، عشان كذي انا المره اللي طافت لما هو اوكي. اوه يفتح لنا هذا، وين ال بورشن استخدم عليه. اوكي، ف هذه الشروط اللي انا حطيتها اني ما احاول اني اروح حق ال بلينسكن. اوكي، اني ما اروح حق ال الهيل او البوكيمون سنتر زياده، اني اتحاول اني اتجنبه كثر ما اقدر. وبالتلفيل ما احاول اني الف البوكيمونات زياده عن اللزوم. الحين انا الغرض الوحيد اللي بسويه اني اروح حق بروك اتباره معاه، فان شاء الله نشوفه. سانشو، سانشو بوكيمون ديفنس كار. لا 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 لا، سانتوم مس حلو،
راح يرفع ديفنس زيادة. ساندي شلون الحين راح ينرفزني؟ هم بعد بس احتمال اني راح اخسر هالبوكيمون، او بحاول اني ما اخسره. راح اسرع المباراة شوية لان المباراة طويلة حيل راح تكون. طيب بايت اللي فيه احتمال يصير له فلنش. اوكي سرعت شوية بس عشان اتخلص من البط اللي هما فيه. ديفنس كيرل تاخذ وقت طويل الانيميشن و منو هذا؟ مانتاي؟ الكتريك؟ كمان الكتريك؟ واتر؟ واتر فلاي؟ اظن واتر فلاي اذا انا قريت اسمه عدل. اي واتر فلاي الحالتين ما دمج. فهذا اللي انا كنت يعني الحلقه اللي طافت كان ودي اني تكلمت عن اشياء واجد، خصوصا ال كنت قاعد اشرح عن اللي هو اللعبه الجديده بوكيمون الجديده، شلون طريقه الجرافيكس اللي هم حطوها، وال ان القصة نوعا ما القصة مال بوكيمون سويتش متغيرة شوية، يعني مو نفسها بالضبط لكن فيها تغييرات بسيطة بالنسبة حق اللعبتين. يعني بوكيمون فاير ريد ايام فاير ريد كانت غير والحين هذه غير. ما ودي اني الفل زيادة عن اللزوم، ما ودي الفل زيادة عن اللزوم، فراح اطوف لي كم فايت ما له داعي في البداية. هونج ميل في راح احاول اني انحاش من بعض الفايتات، راح احاول اني ما اتبار فيهم. يعني نفس فايت بليزيكن ما راح احاول اني اتبار فيه، لان بليزيكن تقريبا بليزيكن راح يعطيني اكس بي خيالي بالنسبة حق الليفل، يعني راح يعطيني ليفل الى ليفلين بليزيكن. نفس الشيء كدابرا راح يعطيني الجازف لا بوشت تلوارد. اوكي لا بلازيكن كي كان في احتمال انه يدبني، لكن لكن سامكا راح اوكي هذه المباراة غصبا عني. فالقصة يعني نوعا ما مغيرينها شوية. الضربات الجديدة كانت حلوة، فكرة الضربات الجديدة كانت حلوة بالنسبة لي. ما أدري عاد بالنسبة حق الناس، لأن في ناس واجد ما كان يمكن ما تعجبهم سالفة إنه لازم أشتري هالجزء هذا علشان آخذ مثلا إيفي، خصوصا إن أنا أحب اللي هو الفلاريون، واعتقد الضربة الجديدة مالت الفاير قوية حيل، ففلاريون راح يستفيد حيل منها. لكن هم بعد الفكرة كانت حلوة انه يعطون كل جزء شيء افضل من بس بوكيمونين او ثلاثة فرق. وش الفايدة اني اشتري كل العموم اقدر اشتري نفس الشيء، ما ماكو سبب اني احاول اني اشتري جزء من الاجزاء الثانية. لكن الشيء الوحيد اللي ما تكلموا عنه هو الموف توتور، ما ادري عاد راح يتكلمون عنه ولا لا، لان هذا واحد من الاشياء المهمه بالنسبه حق طبعا قاعد اطوف الزرع هنا اول شيء علشان اروح اهيل وارجع مره ثانيه. ف يعني هذا كم شاء الله اللي كنت حاطها في بالي، الاشياء اللي كنت اتمنى ان كانوا يتكلمون عنها. المفتوتر طبعا الميجا موجودين، الزي موف ما ادري اذا خلوهم ولا لا، ما اعتقد خلوهم. اي بوم اعتقد بهالجزء يتحول الامبي بوم، اعتقد انا متاكد لكن اعتقد انه يتحول الامبي بوم بهالجزء هذا، فاذا قدرت اني اصيده شيء حلو. فصيد الحين افضل جنطه. اوكي
اغلب بوكيموناتي نورمال يطلعوا لي اغلب شيء يعني مريب لما يتحول او طبعا اليد قاعدة تفصل راح اضطر اني احاول اني افرم. اذا ما نزل عليه بارالايز او اذا نحش بعد ما اقدر اسوي شيء نحش بعد نحش اول كرة نحش. في شيء غريب قاعد يصير وياي، لا خليه ينحاش. في بعض البوكيمونات صيدتها تصير سهلة، في بعض البوكيمونات صيدتها تصير صعبة. كبر راندومايزر انا سهلت وصعب صيدة البوكيمونات، انا ما اعتقد هذا موجود بالراندومايزر. شوف اليد فصلت مرة ثانية، الحينها فاصلة، الحين يده فاصلة. اوكي ردت مرة ثانية، اوكي ردت مرة ثانية. بوكيمون او ما يعتبر واحد من بوكيموناتي، لكن ابي اتاكد اذا كان شايني او لا. كيف هالجزء كذي شكله؟ ما علي نجمة الشايني بالنسبة حق يمكن كذي شكله. انا اذكر هو اذا صار شايني يصير لونه ذهبي، فهالجزء هذا يمكن بالنسبة لي شوية ضيعني. يمكن الحين نروح حق بروك. عندي مريب، مريب ليفل 10 ان شاء الله، يمكن ممكن اقدر اني العب البوكيمونات الباقيين، يعتمد على البوكيمونات اللي راح يطلعون. نسيت اني اخذ كني نسيت اشتري بوشنات وانا قايل بعد ما ادش مكان ادش جيم بعد ما اي صح الشرط هذا ما سمعته. من الشروط اللي انا كنت حاطها على نفسي اني ما ادش جيم واطلع كل شوية هير فيه، بس كان شنو سالفته هو لابرس. لابرس تانك اوكي حلو. ف يعني هذا من الشروط اللي انا حطيتها على نفسي، ان اذا دشيت النادي ما احاول اني اكون يكون ليفلي عالي على النادي نفسه. يعني شوفوا بس مجرد اني فزت على لابرس لفلت ليفل تقريبا 13، ف راح استخدمها بنوم. ف بالنسبة لي يعني هذه من الأشياء اللي أعتبرها أنا قاعد تسهل اللعبة بالنسبة لي. فما أدري أجازف وأعطيه بايت كونفيوجن لا يبحني. ما ادري. اوكي هذه بدايتها، هذه بدايتها ايبل. لا 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 شوف هذا يعطيك سيب الحق نوسز مسسها تكفى تكفى مسس. ما حزن. اوكي توني بقول انه ما راح ينزل عليه البارالايز، يعني شوف شنو السبب اللي ما راح ينزل عليه. كروت
ايموشن واحد هستخدمه. اوكي لا راح استخدمه الحين بعد الفايت هذا. بس مريب راح يوصل لفلتين. اوكي لفل 13 زين زين لفل 13 تقريبا نفس لفل احسن بوكيمون عند بروك. نشوف الحين. اوه شي بلاستيك الواتر شنو كان اسوي؟ يعني في الجيم ذا بوست واتر في جاي كيوت زيكزيجون هذا كان في الأجزاء القديمة. هذا كان يعطي مفتتور أظن، مو قادر أتذكر لكن كذا كان مفتتور. اوكي نشوف سيب الحين. في حال صارت خطأ واحد اللي عندي خطأ واحد عادي اقدر اني اتفادى. شوفوا بروك الحين، طبعا بروك الحين قاعد يتكلم انه كل بوكيموناته روك وان الثيم ماله روك، لكن التغييرات اللي صارت لاني انا حطيتهم راندومايز بالكامل. سكيب روم. سبلاش سكيب لوم عندها حركات كريتيكال. ما ادري ليش قاعد يسوي سبلاش الكمبيوتر، لكن سكيب لوم بالليفل هذا المكون الاول من اوكي عنده تاكل. انا استغرب من الاجزاء القديمه برمجه الكمبيوتر لهم، يعني المبرمجين يوم سووا اللعبة حطوا لهم سيستم ان البوكيمون شنو ضعفه او شنو اكثر شيء ممكن انه يدمجه يستخدم البوكيمون اللي قدام بشكل قوي. هيب هوب هيب هوب هيب هوب ايه هيب هوب. شو راح اتصرف مع هيب هوب اذا عنده سانتوم؟ اوه هيب هوب، هذا هيب هوب. أنا راح بالي على التطويرة الأولى من فرس النهر ناسي الأسامي، ناسي كل بويزن باودر. هذا اللي هذا اللي ما كنت أبي أشوفه. دي أربع أنتيدوت الحين راح يعطيني تاكل تصير له بارالايز. حلو حلو حلو. اوكي ان شاء الله عاد بعد التصوير هذا كله يكون الصوت واضح ان شاء الله، لان اليوتيوب اخر فتره قام يعني نوعا ما قام ينرفزني من ناحيه يعني قاعد استخدم برنامج ثاني كصوت اصفى واحسن، لكن ما ادري شنو اللي راح اسوي يعني. اوكي الحين لازم استخدم روشن. كل شيء قاعد ينزل على مخي ان شاء الله كرت. خلي يصير له بارالايز. اوكي خلي يصير لك بارالايز يا عمي. اوكي واخيرا اوف. اوكي بهالحركة هذي انا قدرت اني الفل بجوت على الاقل ليفل او ليفلين. يقدر يلفل مع نفسه، خليه يلفل نفسه بنفسه من اثنين بشع ال شو اسمه الحين اقدر اشتري بوشنات، اقدر اشتري سوالف اكثر، ولازم اسلم على البوكيمون اللي تونا خسرناها تي ام 39. هي مو روكتوم لكن شوف شنو تي ام اللي نزل لي. تي ام كيس
والله فعلا توب ركتو، بس هذا كان المفروض يتغير. يلا ما يخالف، ما راح اقول له على تيام زين. ركتو من الحركات المفيدة. خل اروح احيل واحذف المكان اللي تونا خسرناه. هذا البوكيمون خسرناه فاعتبره خسران هني. هوت هوت تعال هوت هوت. قد ما كان شايني، يمكن ما كان شايني، لكن راح احاول اني الفل بين الفترتين. الموضوع ان ابي بيجيوت جولدبن، ناسي اسمهم، ناسي اسامي البوكيمونات. وجولبن يكون على الاقل ليفلهم 10 او 11 قبل ما ادش الكهف الجاي. فراح ليفل وابدي الحلقه الجايه من وين الحين؟ راح ليفل بالمنطقه هذه، راح ابدي الحلقه الجايه ان شاء الله ونروح صوب لستي الناحيه هذه. فيعطيكم العافية على المتابعة، مشكورين على حضوركم، وأنا بدي أقول لكم مرة ثانية آسف على المشكلة اللي هو السيستم نفسه. لما أرفع الفيديوهات مرات يكونون الصوت يا يقطع يا يكون ضعيف، فحاولت إني أجرب برنامج ثاني بآخر فيديوين أو آخر كم فيديو، لكن بعد اليوتيوب شوية أذاني. فهالمرة استخدم برنامج التصوير هو نفسه اللي راح اسجل منه الصوت، وان شاء الله عاد هالمرة يكون نسجل الصوت مع الصورة بشكل زين. يعطيكم العافية على المتابعة، مشكورين ومع السلامة.